السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيلا ميني للكراء في السعيدية، قرب جاية جنب شارع النخيل. هذا هو شارع النخيل، جوار بجوار ثانوية أنس بن مالك. ها ثانية أنس بن مالك، إعدادية وثانوية. هذا هو شارع الداخلة، الشارع الكبير ديال الداخلة اللي معروف ب وكتدور كتجي على اليسر حدا شوية ديال مراكشي. من هاد الجهة تسول على شارع الداخلي ونوريه لك ثانية بن أنس بن مالك. هنايا هاد الميني فيلا بعيدة على السعيدية أو على الشاطئ، حوالي 5 دقائق ديال على الأقدام، 5 دقائق ولا ما كملش أو 10 دقائق، 7 دقائق كاع تكون في السعيدية، يعني قريبة البحر. نرجعوا للفيلا إن شاء الله وندخلوا نوريكم الصور من الداخل، لأن فيها الطبق السفلي والطبق البرومي والسطح اللي هو الدوزيام. هذا الرقم ديال محمد اللي مكلف، اللي هو 06 37 31 33 56، وان شاء الله غادي نخلي لكم الرقم ديال الحاج والرقم ديالو في الوصف في الديسكريبسيون. اللي بغاه يجبدو من التحت ان شاء الله ولا سولوا عليه وغادي نكتبوا لكم في الكومونتير. هذه هي الدخله تبارك الله، ها هي الطبق الأول، الطبق الأولي عن اليمن كاين بيت للأطفال والشباب الكبار. هذه بيت متكون، يعني شقة، هذه المتكون من جوج، يعني من بيتين وصالون وكوزينة. هذا بيت بالنسبة للزوجين، متنفس فيه الهواء، فيه الصجم، في بلاكارت. نتجه دابا للصالون اللي هو هذا. حتى هو متنفس، له نافذة على الخارج وله نافذة أخرى على الداخل. التلفاز ها هو شعلناه، كنا كنشغلوا النيميريك باش نشعلهم نشوفوا الصوره. الصوره واضحه، كاليتي الفولكا. جميع الاذاعات شدي. وباش زين ها باش زينه هاد البارطون فيها، باش زين هاد الفيلا فيها. كتطلع على الشجرة. نعم الحاج، كتطلع على النخيل. ما سخوناش لانها كتطلع لها جايش اون فصل. هذا الدوش ولا الدوش واخيرا الكوزينه. متكونة من الشغل، كاين الماء السخون لا في الدوش ولا هنايا، الصنابير، البلاكارات والثلاجة، ولديها نوافذ حتى هي في الداخل لأجل التهوية. للإفادة هاد النوافذ كلهم، لا ديال بيت النعاس ولا ديال الهول هنايا ولا ديال الكوزينة، كلهم كيطلو لأسفل، كلهم كيطلو في الآلة مفتوحة. كاين سكنة أخرى هناك تبارك الله، في الكرموسة بانكور لا يلزم. والآن نتوجه للطبقة الثانية،
يكون مسطح بعجالة، مسطح حتى هو فيه عبارة على باكو مثل الأسفل، مثل الأسفل كما شفت من تحت فيها سرج متهوي. هذه في الأعلى متكونة من أفرشة مناسبة وملائمة للجميع، ثلاجة وفيها فريجو كما تشاهدون على الفيديو، وهنا دوش، دوش ومرحاض في نفس الوقت، في سي إطواليت دوش، هنا كوزينة بوطاجي بالأواني بكل شيء، وهنا يمكنك التهوية، هنا التهوية في الأعلى والأسفل، وتلك نافذة أخرى للبيت الأخرى المتكونة من سرير للأزواج، حتى إذا كان واحد وحده ليس فيها مشكل. المرجو الاتصال بالرقم أسفل والاستفسار في التعليق للطلب والاستفسار على كل شيء. الاتصال بالأرقام التالية في التعليق، في أول تعليق أو في الوصف أو في صندوق الوصف إن شاء الله. والسلام عليكم.